الناس الرايقة اللي بتضحك أما العالم المتضايقة أنا لأ ماليش في دول الناس. ولا واحد ولا مية ولا ألف وتلتمية ولا كل الدنيا دي ولا أنا مليون. سلم سلم علي. هاتوا الفلوس اللي عليكو يا عيلة واطية ونصابة، هاتوا الفلوس اللي عليكم. اتفضلي مدام. هاي القهوة. وبالنسبة للمدخنة لا تحكي لي هم، الموضوع انتهى. انا حكيت مع جماعتي وقالوا لي انه بقيام بس شوي بسفلة، بس لازم ولا مدخنة ولا مدخنة تطالع الدخان، لأنه البلد شبعت دخان ودخنة. ايه المعلم قال لي إنه لازم نحن نستبدل المدخنة بشي ما يطالع الدخنة، لأنه البلد شبعت دخان. انت شربان شي؟ ايه انا شربان بس ما بدخن، يعني ما بحب الدخان بالبلد، الدخان الثاني. حلك ليش؟ وبكره تذكري كل واحد اذا حدا بهالبلد شايفة هاي الحيوانة اللي فوق؟ هي طلبت مني، عطتني، قالت لي خذ الملايين مشان أذي وحدة بنت. ما رضيت، الملايين كلها ما رضيتها، لأنه وأنا ما بعرف هالبنت، بجوز البنت تكون تستاهل. بس المشكلة مو فيها هالبنت، المشكلة فيني أنا. أنا ما بقدر أذي نملة. ومين هاي الحيوانة؟ بنتي هاي اللي كانت قاعدة هون، هاي بتشوف الدنيا كلها مصاري، وأنا ما بحب المصاري، والله ما بحبها. بس أنا مرتي حامل، صار لي زمان مستناها تصير حامل، ولا هي حامل رح يجي ابني، بدي قبل ما يجي ابني على هالدنيا بدي ما يكون في ولا مدخنة، بدي يشوف الدنيا نظيفة، يشوفها صح، يشوفها حلوة مثل ما هي، لأنه هاي سوريا، سوريا لك سوريا حلوة حتى هي طالع منها دخان، بس بلا دخنة أحلى. لك اعطيني رقمه لهذا اللحام، اروح اتفاهم معه واتفق انا وياه انه ما عاد بدنا دخان بهالبلد. اطلع نادي لفرح، اطلع. ايه نادي لفرح.